السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معكم محمد من قناة فيديو جيمر فلوجز. وبداية المقطع صلي على النبي، حط لايك واشترك في القناة يا حبيبي وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. النهاردة شباب رجعنا فيديو جديد. فكرة فيديو النهاردة طبعا الفكرة هتكون مع اخويا وحبيب قلبي تميم. ازيك يا تميم؟ يا هلا، الحمد لله. دايما يا حبيبي. ان شاء الله يا شباب فكرة فيديو النهاردة ان احنا هنشتري سيارة الهالوين التانية، وهنشتري كمان ايه بقى يا جدعان؟ حذروا فذروا، هنشتري طقم شياكة كده عشان ايه يليق على السيارة. فالطقم بقى يا جدعان هيكون النهاردة غبي جدا. ليه؟ لان السيارة اللي احنا نشتريها فيها زومبي. اها، فيها زومبي مقتول ورا في السيارة في التابوت. لا يوتيوب ما تمسحش الفيديو. صحيح. وبعدها اشترينا موتوسيكل، وبعدها دلوقتي اشترينا سيارة التابوت. الله 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 الله. يا جدعان التابوت ده مصيبة. يعني يا جماعة يب. دلوقتي يا جدعان هنشتري اي طقم يا تميم؟ ده صح. ده اللي فوقي ده فاجر قوي، يعني حاسس كده بفانز، مش هم زومبيز ولا ايه ولا اي حاجه. وبرده بتاع محقق كونان ده بقى ايه بتاع ايه بتاع المحقق؟ فعندك حق، الله يشبه لبس المحقق بتاع. طيب نطلع من هنا. ها ده مثلا، ده والله جميل صراحه، ده جميل. وتعالى كده نشوف ده بقى اللي هو ايه بقى. انا الوادي الجامد. ده بقى ايه؟ ده بقى مغني. ده مغني بقى، ده اللي شايف نفسه. ده بقى ايه لما يكون الدنيا صيف؟ لكن طبعا يا جدعان الدنيا شتا، فلازم نجيب ايه، فلازم نكون ايه جايبين حاجه تقيله بقى. الله 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 الله. الحاجات بتاعت لا اطلع اطلع. متاسفين طبعا يا شباب، متاسفين والله، مش قصدنا الحاجات المناظر دي. ايه رايك في ده؟ كنت قبل كده شريك جامد جدا ولا ده؟ صراحة انا شايف ده حلو. استنى بقى كده، ده كده بقى ايه مستر سيني. تعالوا يا جدعان نلبس طقم عربي كده، ايه رايكم؟ ده فاجر صراحة كده، بيحسسك ان انت داخل حرب. ولا ده؟ لا ده تميم نفس بنطلون البدلة اللي احنا شارينها، او نفس جاكيت البدلة. يا جدعان القرف شحات شياكة. ايه رايك في الطقم ده؟ صراحة ده اسطوري، ما تقولش وعج. اسطوري الصراحة يعني. ونضارته، نضارة محمد رمضان دي. يا جماعة الورد، ولون الورد بقى جماعة عشان ايه كده بقى. يعني ايه عشان كده؟ دلوقتي يا جدعان كده نشوف كده اي حاجة كده، يعني تعال نلبسه حلقة عشان يكون بنت يعني. استغفر الله استغفر الله، حلق استغفر الله. تعال لبس جلافز كده نجرب. جلافز بيربل بقى. لا مش بيربل، مش للدرجة يعني، مفيش اي حاجة. يلا بقى دلوقتي نمشي بقى بنضارة محمد رمضان دي. ايوه بقى، مافيا مافيا. الله الله، بس شوف 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 النضارة هي. يلا هي دلوقتي يا جدعان هنطلب السيارة بتاعة الهالوين، وان شاء الله السيارة يعني شكلها يعجبكو. لكن مخيفة، شكلها مخيف اوي يا جدعان، بتخوف اوي. دين 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 دين. فين فينك ايتها السيارة؟ اهي هي دي. سيبوكو يعني من سرعتها، سرعتها عادي ابو كلبين. اوه نخليها الشكل ده ولا الشكل ده؟ انا شايف ان الشكل ده احلى. شوف يا جدعان، شايفين الراجل اللي هو ميت ورا؟ هو ده اللي انا قصدي عليه. دلوقتي يا جدعان هنشتري السيارة، وكمان عاملين عليها خصم، فدي حاجة كويسة. هنروح دلوقتي المعرض ونشوفها، ف ليتس جو. نحطها بس يا جدعان في الينا ورك شوب بي 1. ابعدي يا حاجة من قدامي يا حاجة، ما تعصبنيش. وطبعا يا جماعة اللي حابب يشتري سيارات الهالوين دلوقتي، تميم شوف يا تميم عاملين عليه خصم طبعا، برضو السيارة اللي احنا اشتريناها ده عليها خصم. فالحق الخصم يعني لو انت ايه مستعجل، يعني ان انت ايه فاهم انت، ايوه يعني مستعجلين وعايزين تشتروها قبل ما تروح، قبل ما يروح الخصم.
صحيح، فاحتمين بيقول كلام مظبوط 100 100 في المهلبية. فدلوقتي يا جدعان احنا هنروح الارينا وركشوب وليتس جو. طبعا دلوقتي يا شباب السيارة جت والرسالة زي ما انتم شايفين، وهذه هي السيارة. اولا الله، دان دارارا دا اعوذ بالله. ازيك يا حاج؟ ده طالع من التابوت كمان. عايز ايه؟ عامل ايه؟ عاوز تطلع من التابوت؟ دلوقتي يا جدعان هنركب السيارة ونعدل عليها، مش عارف هنعدل عليها ايه يعني، لكن هنعدل عليها. فدلوقتي بس نشوفها كده من جوه عاملة ازاي. ازيك يا حاج؟ صباح الفل. عاوز بطانية جوه ولا الدنيا ايه؟ تمام عندك؟ الجو برد ولا ايه؟ قول لي دي فيها تعديل حتى ارمور والكلام ده؟ سبحان الله، عشنا وشفنا. يلا قول لي ايه ده؟ معرفش. ماشي يا جدعان، يعني بصوا نحطها ونشوف يعني ايه فايدتها، بعدين ممكن يكون ليها فايدة واحنا والواحد ما يعرفش، صح ولا ايه؟ تمام صحيح. صحيح، شغال صحيح. الاكزوز ايه رأيك يا تميم؟ يا عم سيبك عادي، ايه رأيك في اللي هي المداخن؟ شوف بص طالع من على الجنب قد ايه. يا زومبي بص مهوين عليك، بس محتاج لك مكيف وهنظبط لك الدنيا. عربية الزومبي يركب فيها الكلام ده؟ لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا. ده احنا هنحط فيجر، والله كنت عارف ان فيها فيجر. الله ايه ده؟ ايه رايك نحط اخوك؟ حط ده، ايه رايك نحط ده؟ طب انزل كده تحت عشان في اخوات تحت. قول الله، لا حول ولا. الفيديو هيتمسح، الفيديو هيتمسح بسبب الحاجات دي. لا حول ولا قوة الا بالله. لا يا جدعان بصوا احنا هنحط صراحة يعني اللي شايفه حلو، نحط مستر بطاطس ده. ايوه بقى اسمه امبورتنت، مدري ايه. يا دلوقتي يا جدعان بقى نحط كشافات عشان الماء يعني ننور على الميت يا جدعان، لازم يعني نظبطه. الليفري نحطه ده، ده بقى بتاع الجن وعفريت والعياذ بالله طبعا. وده طبعا دلوقتي بقى يا جدعان صراحة يعني السيارة مرة أسرية، خليها أبيض، أنا شايف إن أبيض يعني هيلاقي عليها أكتر. طب نشوف بقى إيه الألوان. هو اللون هيتغير فين يعني؟ أولا لا 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 أولا لا، لو أحمر اسطوري. مش هيبان حاجات، مش هيبان حاجات اللي ابو احمر صح، لكن السودة هي احلى واحدة. بس يعني بس لو يعني لو تخلي الاسود مش بيلمع هتبقى احسن مرة. صحيح، جرب. لكن لا خليها كده احلى، انا شايف ان كده احلى. بس دلوقتي يا جدعان بقى نحط الكفرات ضد الرصاص عشان دي اصلا مش محتاجة عجلات، عجلات شكل العجلات كده صراحة احلى، شبه وش ميت. احنا مظبطين يا جدعان ميت وحاطين له انوار يعني وحركات. هنفيم الازاز طبعا عشان حرام يعني حد يشوف الميت. لا لا، اخلي الازاز مفتوح ولا نفيمه؟ لا 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 خليه مفتوح، عشان احنا اصلا شارين العربية عشان الراجل اللي جوه ده. ان شاء الله تكون الدنيا تمام جوه يا حاج ومكيف عاجبك. دلوقتي يا جدعان هنطلع من الارينا ورك شوب ونشوف السيارة. صراحة السيارة شكلها اسطوري. دلوقتي بقى يا جدعان هننزل من السيارة ونسمع صوتها، فدلوقتي بقى نسمع صوتها كده ونشوف.